بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة حواجز، فإن شاء الله يعني لو في حاجة إن شاء الله نصورها على كده مع بعض. أنا بصور يا جدعان بدود ونفخ وبكلاويز، لو في حاجة بتعلم عليها فبشتغل بها يعني. خليكم معايا، لو عجبكم الفيديو بص لايك. ها يلا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة أنا آخر الأول كنت فاهم طبعا. النهارده مش عارف اصور عشان معايا السيف، فاصور سمكه اللي ربنا يفرجها النهارده. فهنصور كده واحده واحده كده مع بعض. خليكم معانا. النهارده بيض النهارده رصايه و